احلى مساء عليكم. انا دلوقتي قابلت اخويا عصام صديقي الصدوق، وقابلت صاحبه او صديقه، ما اعرفش انتوا بتسموها ايه هنا، بس اسمه خالد. خالد القطني، ما اعرفش ازاي. وقال لي هدير لك سحر، قلت له وريني. بس معلومه، مفيش مصر بيخاف او اي حد عامه مؤمن بالله ما بيخافش غير اللي بيخاف، تمام؟ بس هو بيحاول يخوفنا. فتعالوا معانا نشوف انكل خالد القطن هيعمل ايه ورينا. فرشيتا شوكا اقلبها. شو ما في اسم وريني. كمان اسمعي شو اوعى ايدي. ايوه، ما انت عمال بترفع الشوط بتنزلها و ايه ده يا صاحبي؟ ابلغ عنك مول المحل. ايه يا صاحبي ده؟ يا صاحبي استنى كده ارجعها تاني. لا هي بتنزل بالطاقة الحرارية. قوة داخلية. ده انت عملتها ازاي يا صاحبي؟ انا ما بخافش برضه. انت ما بتخافش. ركزوا ركزوا عشان مش هينفع كده. بتنيها يا صاحبي. انا عندي ورق لعيب. شوف الورق. استنى. كوتشينا. بيسموها كوتشينا؟ كوتشينا. كوتشينا مش عادية. تصور. انا هطلب منك. شوف عايز تشوفها اصلا عادي. ماشي عامل كده. واحد اثنين ثلاثه. واللي في النص ده راح فين يا صاحبي؟ مش هلاقيه تاني اصلا. تاني واحد. انت ساحر يا ده؟ ساحر ولا مش ساحر؟ هتعمل ايه تاني؟ انت بتهرب بقى. انت شايفين ان انا شايفه؟ انت منك بتاع انا متحمق جاهز اصلا. انا اوريك سر دي اللعبه. هتوريني سر اللعبه؟ بتاخد ورقتين تحتيه. بس انا مره جايه هتاخد ورقه كامله. ايوه كمل يا ده، انت معلم. كمل ده. بياكل صاحبك بياكل صحابي. اكل ايه يا عم؟ انت طلعتها من جوه قبل كده. جرب معايا. شوف عادي. اه عادي. اول سياره في حياتي. شو هو؟ تاكسي. انا بقى تاكسي. انا لم شنطتي واخد بعضي وارجع بعدي. عندك واحد ولا واحد؟ كيف ما كانش شرب جناب يشرب جناب؟ بلاش مناديل. لا مناديل يعني الفراق. طب غيت الفراق.
احنا هنترد بسرعه. ها؟ ايوه ازاي وانت لسه مقطعه بقى؟ ايوه يعني نفيت فيه جمعته ولا عملت فيه؟ هنا ولا هنا؟ هنا.